التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، موجها بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا. وخلال تفقده اصطفاف معدات الدعم والإغاثات والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، وجه الرئيس السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم، وبذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، إلى جانب تجهيز حاملة الطائرات مسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء الليبيين أي أعباء. تستمر وزارة الخارجية والقنصلية العامة ببنغازي في متابعة جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا، حيث يتم التواصل والتنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية بدولة ليبيا للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من الضحايا والمصابين في الإعصار. وأشارت الوزارة إلى أن التنسيق مستمر مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة والهلال الأحمر الليبي، يهدف لحصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين والعمل على إنقاذ الناجين وإيوائهم رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البنية التحتية. وقد أسفرت الاتصالات عن التعرف على هوية 84 شخصا من الضحايا المصريين، وتم نقلهم جوا إلى أرض الوطن. أهبت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأهالي المفقودين المصريين في ليبيا التواصل مع الوزارة وإرسال بياناتهم حتى يتسنى التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في إجراءات البحث عن المفقودين. ودعت الوزارة في بيان للإبلاغ عن بيانات المفقودين، وذلك عبر موقع الوزارة وأرقام غرفة العمليات عبر الواتساب الظاهرة على الشاشة. تنعقد اليوم جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي ضمن الحوار الوطني، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة. وتستهدف الجلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، وأيضا تشكيل اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية. احتفاءنا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد هذا العام، تدشن إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية أكبر تغطية وثائقية وبرامجية خاصة تضم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج. ومن المقرر أن تبدأ التغطية الخاصة في النصف الثاني من شهر سبتمبر، وتمتد طيلة شهر أكتوبر عبر بث الأفلام والبرامج والسلاسل الوثائقية والترفيهية عن معلومات وحقائق لم تعرض من قبل، وتقدم مشاهد تلفزيونية خاصة تخرج للنور لأول مرة في الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد. أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2946 حالة وفاة، فضلا عن 5674 إصابة. وأوضحت الداخلية المغربية أن عدد الوفيات بلغ 1684 حالة في إقليم الحوز و980 حالة في إقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي المدن والأقاليم التي ضربها الزلزال. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورد الروسية. يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوفد الروسي لمحادثات فيينا بشأن الأمن العسكري كوستانتين جورجينوف أن رد روسيا على الشحنات الأمريكية المحتملة لصواريخ أتاكامز الباليستية التكتيكية بعيدة المدى إلى أوكرانيا لن يستغرق وقتا طويلا. وأضافت أن محاولات بعض الدول الغربية الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعزل روسيا لا جدوى منه وستؤدي إلى نتائج عكسية.
حذرت اليابان عقدة القمة التي جمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أي انتهاك للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ والتي تمنعها من إبرام صفقات أسلحة. وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أن بلادها تتابع بقلق المحادثات بين موسكو وبيونغ يانغ بسبب احتمال أن تؤدي هذه المحادثات إلى انتهاك الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن على إبرام أي صفقة متعلقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية.